وين أنا موجود؟ موجود بالدمام تحديدا مجمع الواحة، الواحة داون تاون دمام شارع الأمير محمد بن فهد قدام مصير الملعب، معروف المكان مجمع الواحة. كلمني صاحب الإعلان يقول تعال عندي لك ترند، نشوف معاكم الترند. نطلع بالسلم إلى الدور الأول. إذا جيت الدور الأول هناك تصير القيصرية، الكافيهات والمطاعم. المكان هنا على يدكم اليسار، روعة الشرقية للمفارش. طبعا المكان فقط وفقط متخصص بالمفارش، أنواع المفارش عنده يا جماعة. طبعا هذا المكان يقصدونه من كل مكان. نبدأ معاكم باللحافات المضغوطة، طبعا هذه عليها طلب مرة قوي لأن تجي باردة وحلوة، وخصوصا الآن فصل الصيف. طبعا يجي منها اللون الألوان السادة، طبعا الألوان السادة اللي معروض هنا كم لون، ولكن هي أكثر من 16 لون وكلها متوفرة، وعندكم المشجرة. المفاجأة يا جماعة أن راح يكون سعر للحاف النفرين يتكون من 6 قطع ب80 ريال فقط. الرجال قالوا صدق أقوى ترند، وأيضا متوفر منه نفر ونص. متفاجئ بالسعر، 4 قطع والخامة طيبة يا جماعة، باردة جميلة جدا يا جماعة، ب55 ريال بس، الحق أو ما تلحق. وندخل على الترند الثاني، خذوا نفس عميق. ليش؟ صدمة، أنا مصدوم بالأسعار يا جماعة، من جد من جد من جد. أعرف هالإعلان إيش راح يعمل، راح يعمل زحمة يا دنيا زحمة. خلاص صارت عندنا خبرة بالإعلانات. المنفوخ عندكم السادة عدة ألوان، طبعا الخامة مايكروفايبر صحيح؟ نعم مايكروفايبر، تكون باردة حلو. وعندنا هذا السادة ولكن جاي في بروزات كده جميلة محفر. وعندنا هذا الفندقي جاي بحزام. وعندنا هذا سلمكم الله المشجر بعدة نقشات، وهذا أيضا محفر بنقشة أخرى وشكل آخر. شوفوا الألوان ما شاء الله تبارك الله، تشكيلة ضخمة. وعندنا هنا أيضا موديلات من المشجر، وعندنا هذا الكاروخات، وعندنا طبعا هذا جزء من المعروض، في هنا موديلات من هنا إلى الآخر. الصدمة صدمة، السعر بكم؟ 125 ريال بس. أي لحاف نفرين؟ 6 قطع. ومتوفر منه النفر ونص ب90 ريال. كم قطعة؟ 4 قطع. ما شاء الله تبارك الله والعظيم. لحافات الأطفال عادة بكم تشتروها؟ 200 ريال 180 150 في روعة الشرقية، مقدم أقوى 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 ترند. الحاف يتكون من 3 قطع، عندكم المفرش وعندكم الشرشف، طبعا الشرشف فيه مطاطي، بالإضافة عندكم كيس المخدة. طبعا الموديلات طب واختار، ما شاء الله تبارك الله، أشكال ورسومات وشخصيات ولادية وبناتية. هذا المفرش خلينا نستعرض معاكم بعض الأشكال، هذا موديل، وهذا حق البنوتات موديل آخر، يا سلام. وهذه أشكال رائد فضاء وحركات أيضا، وعندكم هذا اللون بناتي أيضا اللي بعده، وهذا حق الأولاد دراجات نارية. العرض الآن يا جماعة، أي الحاف راح يكون بكم؟ 55 ريال. طبعا جميع العروض اللي ذكرتها راح تكون إلى نهاية شهر 7 يوليو أو حتى نفاذ الكمية. أنا محتار أصور ولا أتسوق يا جماعة. البطانيات هذه الخفيفة نفرين، حق نوم، حق جلسة كنب، حق تسطح، حق رحلة، والله ما جميلين دلين وناعمين. والسعر 30 ريال بس، والعرض لنهاية شهر 7. يا سلام، شايفين المخدة هذه يا جماعة؟ شنو نوعيتها هذه؟ مخدة طبية ما شاء الله، مخدة طبية. طبعا المفاجأة السعر، تحطيم الأسعار ما شاء الله تبارك الله، والخامة فعلا يا جماعة. كم الثنتين؟ الثنتين 25 ريال. شنو الثنتين ولا واحدة؟ الثنتين ب25. ب25. لا 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 لا، أنا مصدوم يا جماعة، حرفيا أنا مصدوم. هنا سأصمت قليلا. الثنتين ب25 ريال. العرض هذا مفتوح؟ إن شاء الله يكون مفتوح بإذن الله تعالى إلى نهاية شهر 7 أو حتى. الكمية اللي يبغى موجودة إن شاء الله. يا سلام، كمية كبيرة. لباد عندكم المرتبة قاسية، تبغون نومة هانئة مثل نومة الفنادق المريحة، هذا اللباد 14 سنتي. عادة يا جماعة اللباد كم تشترونه؟ 400 ريال، 350، 14 سنتي يا جماعة. المقاس 1.80 متر بمترين، وفي مترين في مترين، وفي مترين بمترين نفس السعر، 170 ريال بس. وفي اقطع نفر نص،
اقطع يا حبيبي. والنفر ونص بكم؟ 130. ب130 ريال. المخدات الفندقية عندكم هذا النوع السادة، عندكم اللوع المطرز ما شاء الله تبارك الله، طبعا شيء فاخر من الآخر يا جماعة. عندكم هذه الجاية عليها الحزام الذهبي، مرة فخمة هذه يا جماعة، وعلى 50 ريال. على 50 ريال حب. وهذه تغطيتنا كانت بروعة الشرقية للمفارش اللي صورناه جزء بسيط من الموديلات والألوان. الموقع الدمام مجمع الواحة، الواحة داون تاون، وعندكم رقم التليفون على الشاشة للتواصل. وهذا العرض أنا أقول فرصة شراء.